اتعلم كيف يخاطب الحس الانساني والحس المتحضر. انا بشوفه في حضرتك، فانا سعيده ان انا معاكي النهارده خاصه في القضيه دي. اولا احنا بنقول ان ده اغتصاب ممنهج ومدبر وبيستظل ببعض النصوص الدينيه وبيستظل بمماركات عدد من الاعراف، عدد من الممارسات العرفيه، وكمان للاسف الشديد الثغرات القانونيه. فانا اطالب كما حضرتك طلبتي بحبس الزوج والاب والمأذون والمحامي الذي يعلم ويدرك تماما ان هناك مصادقه بعد ما تتم البنت 18 سنه على سنها على الزواج اللي تم في 16 او 12 سنه. هو بيبقى عارف ده وبيبقى متفطم. انا اتمنى ان ده شريك في جريمه يعني. بالظبط. اولا احنا عندنا قانون بينص بمعاقبة ولي الأمر. يعني القانون ده لا يفعل للأسف الشديد لأنه لا يبلغ الطفلة لا تتضرر، بتخاف من جرسة المجتمع. حضرتك إحنا وصلنا لدرجة إن إحنا نقول بالفم المليان الأعراف أقوى من الدين وأقوى من القانون. يعني وده عار في حد ذاته. عبير معلش كده صلحيني لو انا غلط، مش لما بيبقى في واقع حتى لو ما فيش مبلغ عنها وتم نشرها على وسائل الاعلام بيبقى النائب العام مع كل الاحترام ليه طبعا يعني احنا نتمنى ده بيتحرك في اتجاه معاقبه من قام بهذا الفعل لانه بقى فعل علني على حسب مجرم بالقانون؟ انا احييكي، احنا نتمنى ده بقوه واتمنى ان المناشده بتاع اللي حضرتك قلتيها تلقى صدى، ان يتحرك النائب العام. يعني احنا عرفنا عنكم بقى، طب تعالوا بقى. انا اتمنى في كل بلاغ حتى لو السوشيال ميديا ما قامتش بالادفوكسي بالضغط على الراي العام ان يقوم ويتحرك الجهات الام والرئيس في حمايه المجتمع. صح. دي اسمها المسؤوليه المجتمعيه. يعني احنا دايما نقول انا ممكن اتنازل عن حقي لكن حق المجتمع. أيوة. مش لازم حتى لو في جرائم تم التنازل من طرف لطرف الدولة بتاخد حقها. حضرتك أشرتي للواقعة بمنتهى الرقي، خليني أشير ليها من الجانب الآخر. من التدني اللي شافوه البنت صوروا شفيته. اللي صوروا البنت وحتى قناعة البنت نفسها حطتها في هذه المكانة أنا بشوفها الدنيا. لأن تعاملوا معاها كأنها هي أو غيرها كأنها حيوان. لخصوا الفتاة في غشاء بقارة. لخصوا العفة والشرف في ليلة الزفاف. على فكرة هو لم يصور لشرف ابنته، هو صار لشرفه هو. شرف القرية، شرف الرجولة، دي النظرة الذكورية اللي احنا بنقول عليها. العفة والضمير والشرف ليس امرأة. لا يتم اختزاله في امرأة. الشرف رجل والشرف امرأة. الضمير والأخلاق ما بيختزلش في غشاء بقارة. صح. لأن الممارسات والسلوكيات هي المحقق للشرف. هي اللي تقدر تقول الإنسان ده شريف ولا لأ. على فكرة أكم من ناس ظاهريا وفعليا وبيولوجيا هما في منتهى الشرف والممارسة ليست شريفة بالمرة. وما فيش شرف في مخالفة القانون. بالظبط. يعني طلع الأب، مع احترامي لكل الآباء اللي بتجوز بناتها، لكن لا أحترم من يزوج ابنته ضد القانون. طفلة. في سن الطفولة، لكن ما فيش شرف في مخالفة القانون.